يعني هسه سؤال، هسه أنا راح أسألك أنت هسه آخر شيء راح أقول، يعني هو رئيس الوزراء راح يحول المعامل إلى الغاز خلال 6 أشهر؟ إذا تحولت إلى الغاز خلال 6 أشهر نلتقي هنا، أنا أستقيل مجلس النواب بعد 6 أشهر. مو بس هذا الحال ترى، يعني أكو حلول كثيرة بعد سنة. مهم يعني هسه. لكن تقي لجنة السيد السوداني شنو؟ تقرير جيد، إجراءات الآنية كل الآنية صحيحة كلها جيدة، كلها جيدة، بس يحتاج وقت أكثر، يحتاج وقت أكثر، كلها جيدة جدا، بس نقطة مهمة، جيراننا إيران نشوف الأردن، نشوف دول يعني جيران العراق، ما راح أقول لك الخليج الكويت، كلها الدول كلها تعتمد على شركات تتعاقد الحكومة أو الوزارات مع شركات لتنظيف يعني تنظيف المناطق والمحافظات في هذه الدولة، وهذه الشركات والمال نفايات تنطي فلوس للمواطن حتى تشتري النفايات منه.